متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية اسعد الله اوقاتكم بكل خير نرحب بكم في هذه النشره الجويه الاسبوعيه التي نستعرض فيها الحاله الجويه بشكل عام في عموم مناطق المملكه خلال الاسبوع الحالي يوما بيوم. نبدا نشرتنا بتوقعات الجويه ليوم الاحد باذن الله حيث تنشط الرياح الغربيه والشماليه الغربيه في عموم المنطقه الشماليه تعمل على اثاره الاتربه والغبار يسود طقس حار الى شديد الحراره في المنطقه الشرقيه درجات الحراره ايضا مرتفعه بالمنطقه الوسطى. وتستمر زخات الأمطار الرعدية بالهطول على المرتفعات الجنوبية الغربية. بالنسبة ليوم الاثنين تنخفض درجة الحرارة بشكل ملموس في المنطقة الشمالية لتصبح أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. أيضاً تنخفض في المنطقة الشرقية والوسطى حيث تكون هناك حول معدلات لمثل هذا الوقت من العام وتستمر زخات الأمطار الرعدية بالتأثير على المرتفعات الجنوبية الغربية. يوم الثلاثاء لا تغيير على الحالة الجوية. درجات حرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بالمنطقة الشمالية أيضا حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بالمنطقة الشرقية والوسطى وأيضا على سواحل البحر الأحمر فيما تستمر زخات الأمطار الرعدية على المنطقة الجنوبية الغربية نفس الحالة الجوية متوقعة يوم الأربعاء درجة الحرارة تستمر أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشمالية وحول معدلاتها في المنطقة الشرقية والوسطى وتستمر زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية اعتبارا من يوم الخميس تعود درجات الحراره لترتفع مجددا في المنطقه الشماليه لكن تبقى اقل بقليل من معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام تكون في اواخر الثلاثينات في تبوك والجوف والحدود الشماليه تستمر درجات الحراره حول معدلاتها يعني مثل هذا الوقت من العام في باقي مناطق المملكه كما تستمر زخات الامطار الرعديه بالتشكل بشكل يومي على المنطقه الجنوبيه الغربيه تحديدا مرتفعات جازان وعصير والباحه بالنسبة ليوم الجمعة بإذن الله ترتفع درجات الحرارة في المنطقة الشمالية تعود حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام تكون في أوائل الأربعينيات أيضا ترتفع في المنطقة الشرقية لتعود وتصبح في منتصف الأربعينيات في الدمام وعموم المنطقة الشرقية تكون في بداية الأربعينيات في المنطقة الوسطى وأيضا سواحل البحر الأحمر تحديدا مدينة جدة فيما تستمر زخات الأمطار الرعدية الموسمية بالتأثير على المنطقة الجنوبية الغربية إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى اللقاء